قبل نستهل الحوار في القضايا الأخيرة ودائما جبنا طاري لجنة الانضباط القديمة، أنت الفترة اللي قضيتها كنت اسم جديد على الرياضيين، خلينا نقول يعني المتابع الرياضي ما كان يعرف الدكتور خالد بابطين، يعني له نشاط الكبير القانوني في قطاعات أخرى واختصاصات أخرى. أنت حبيت الرياضة، استمتعت فيها، شعرت إنه هذا يعني هذا المكان مكان محتاج تواجد قانونيين أكثر. خالد بابطين تواجد بكثافة على الفترة الماضية على الأقل من خلال حسابه الشخصي بتويتر وأيضا تواصله مع الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني الكرة السعودية حصل عليها تغييرات في الأنظمة ودخل عليها الأنظمة بكثرة، والإخوان يعني ما في قانونيين مختصين بكرة القدم، لكن يعني مع دخولي أنا في لجنة الانضباط وجدت أنه فيه يعني نقص كبير في القانونيين، وأيضا وفي فرصة كبيرة للتثقيف القانوني يعني من خلال كرة القدم، من خلال العقود، من خلال يعني ما يطرح من مشكلات من نزاعات بين الأندية وما إلى ذلك. اللوائح كيف شفتها وفي وقتك والآن إذا ما صار تعديل كثير أو ما صار تعديل؟ اللوائح، شوف اللوائح جهد بشر يعني، فلا بد أن يكون فيها نقص، لا بد أن يعتريها النقص، ومع الوقت شوي شوي تتطور. هذه ما هي مشكلة، لكن المشكلة أنه مع النقص هذا أنه يكون التطبيق خاطئ. تطبيق القانون اللي هو أصلا منصوص عليه. نعم، أنه يكون التطبيق خاطئ وبعد ذلك نلوم النصوص. لا، النص بريء من يعني من أخطاء التطبيق. فهذا النص على تواضع، إلا أن تطبيقه أصلا جاء بطريقة خاطئة. ليش يحجمون القانونيين الأكفاء؟ في طبعا في الرياضة بعض الأسماء، ولكن ليش يحجم الكثير من القانونيين الأكفاء عن الدخول في الوسط الرياضي؟ والله أعتقد أنه رغم أنه مجال صخب حتى للبزنس، حتى للفلوس يعني. لا، يمكن يعني أقول أنا السبب أنه جماهير وفي تعصب يعني عليهم. التعصب الرياضي يعني منع، أصبح عائق على دخول سواء جماهير أو ناس مختصين في القانون. نعم.